الزوج أيوة. يحتم على زوجته ألا تعرض نفسها على الطبيب الرجل ويطلب منها أن تعرض نفسها على طبيبة. ما دام في طبيبة ما إلا أن يكون أنبغى منها أو ديك لسه مش مستوية طبيا. هكذا تقول الزوجة، تقول أن الطبيب له كفاءة خاصة تختلف عن كفاءة الطبيبة التي خلاص انتهت ولا شيء لا حرج. نعم.